والسلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا الساعة، مرحبا مليون في بيت الأحلام من لعبة طبعا هاوس اوف البر، اللي يعرفها واللي ما يعرفها، اللي حضر ويانا آخر حلقة يعرف نحن شو سوينا. طبعا هذا الورشة مالنا، هذا البيت وين سكن الحمام، ليش ليش سكن هذا البيت، هذا بيتي أنا، بيتي أنا صغير اللي هو أصبغ عقب جبال تنظيف، عقب ما نظفت ترى البيت بطريقة هاي. آخر مرة اشتغلنا على بيت اشتريناه بكم، 36,000، وبعناه ب كم، 56,000 دولار تقريبا، شيء ما أذكر. فالمهم عندنا 57,000 دولار الحين، الحين بشتغل على بيت جديد، البيت الجديد، البيت الجديد. آخر مرة سوينا ثيم اللي يكون فيه أخضر، بس ما كنت أعرف الستور، بشتري اللي عقبه على طول، اللي عقبه على طول اللي هو أرخص واحد، على أساس نبدأ نأثث. والله شكله ما يبشر بخير هالبيت، الله شكله ما يبشر بخير، شكله منتهي البيت، شكله منتهي، وعلى شغل من أول وجديد. صدقون هالمرة أوكي، it's so hard to let go if you don't want to put any house for sale maybe the rather move it there. أوكي وت بريس اسكيب اند اوبشن مني ويل سي موف اوف سبوتم. حلو، يعني يقول لي اذا البيت انا سويته عجبني اقدر خلي البيت عندي مو بيع في باب ورا، في حديقة، في دنيا، في متى بقدر ارتب حديقة؟ انا بس ارتب داخل البيت. لا تعليق، لا تعليق، منو كان عايش؟ منو اللي كان عايش هنا الوسخ؟ المهم للحين نحن نتعامل مع بيوت مهجورة، يعني ما تعاملنا للحين مع بيوت إلا كتر، هاي كلها كتر، ها كلها ببيع موضوع، ما حد بيشتري بعد من كتر ما هو. هذا نفس البيت اللي قبل على فكرة، نفس الديزاين، نفس الصالة، نفس الشيء، بس خلينا نسوي ديزاين جديد، نسوي لنا ديزاين جديد. لحظة خلنا نبيع كل شيء، كل شيء مرة، حتى البيبان، كل شيء الموب اللي ينباع ينباع، اللي ما ينباع هلا بيع، حتى هذا اللي فوق بيع بيع بيع. ما بقول شيء موجود في البيت عندي، بقول شيء، أي شيء موجود في البيت ما بغينا. What do you mean؟ No separate kitchen، بسوي لكم مطبخ لا تخافوا. أرطبون على طول ترى، لأن إحنا الحين نبيع كل شيء نسوي بيت جديد. أيوة على فكرة اللي على اليسار هل بيشترون من البيت ترى؟ مهم جدا انكم تلتزمون في رايهم، هم شو يبون بسالفتهم والى اخره، الى هنالك. فلازم البيت يكون نظيف مرتب، شو اسمه الناس لا تموضعنا ربيت جديد وين عمل. هو العلة في البيت بس التنظيف الصراحة، بس مع السكيل بوينتس كل ما نحن نشتغل اكثر كل ما نقدر نخلي التنظيف اسرع، كل شيء اسرع. خلاص نفس وبيكون نفس المبدا، يعني كل شيء وسخ. انا متى ينشب لي، متى اجوي ارضيه ما في في البيت، لاحظتوا؟ لاحظت انه ما في ارضيه في البيت هذا، زي كيف تشوف الوساخة في بيت ما في أرضية؟ هني هني الموضوع صعب يشتي. رأيكم؟ أنا أنصح اللي يمل من سوالف التنظيف هاي يطوف البيت، بياخذ من عليه. أشوف هو وسخ كله. ما كنت تفرق ان في وسخ يشبه الارضيه هاي،
اغير الارضيات اول. ايتم هنا يقول لي انزين، خلنا اول شيء راح نحط ارضيات على اساس نشوف شو السالفه، لان الوضع بالطريقه هاي ما يقدر. انزين كليننج تم درت من الماب سي موتفيد جود موب باستر كليننج جود موب. اوكي يبقى 50% فاست. اوكي شوفوا هاي النقاط مهمه على اساس نسرع البروسيس مالنا، نخلي طياره ترى بالوضع. زين انا راح افوت بورتيلز اسوي الحمام غامق هالمره، غامق نشوف لحظة اظن مشروع ناجح جدا ناجح. المطبخ في البرتقال بيت وشوي كذا، ما نبغى بيوت نص نص يعني. والعندنا أرضية هذا نبازولية فور بانلز كفرنج كاربت بيج بايام. زولي زولي السيستم القديم، منو ما يعرف زولية؟ خبرنا الحين يسمونها انتو، انا اسميها زولية، عرفت انتو شو تسمونها صح؟ خبروني تحت تسمونها بس اني عارف. اوه شو المخمة العجيبة، ممكن تغيرت المخمة؟ عجيب عندي مخمة جديدة، راحت المخمة القديمة حكينا منها. نايس زين ما ادري صدق والله شو تسمونها انتو بعرف انا الحين. الغرفة هي سودة ثلاث فاتح ايزي درجة فالحين قام يبين الوصف قول ما نشوف شيء. خلنا نشوف برا ايه وما في ضغط الدنيا، ضغط الدنيا يعني كامل بس خير وخير. كل شي تشوفون وقت الحلقة طويل خالصة وايد، اللي تبون نقصر المدة شوي قولوا لي. اللعبة فنانة والله، العبها فيكم بيستان هم ايش اللون الهيلة ونبيعهم نشلهم لعمارهم للأسف. في مكان ما في زولية ما في تايلز يعني. السقف يطبخ نقار شو خبرون شو يطبخ هاي علم بيصة يا بيصة. هذا في بيت برا لأن المشكلة من داخل يبين نسخ بعد مش بس من برا يعني. العوزة يعني أنا أنظف داخل أوين
صح. زين خلنا نصبغ اول شيء غرفة الصالة، بنصبغ البيت اول شيء، بنصبغ كذا نظيف. شوف شو متفاهم، الحين نبغى ابيض والاثاث نبغى اسود. هذا هاي بحط ليت بعد على اثاث البيت، أساس شي يبين عنا بالضبط نحن شو المشاكل اللي عندنا. بلاك اند وايت أظن من أحلى الألوان هذا. كيف شكله؟ البيت بيتغير. البيوت الكلاسيكية أنا أحيد أكثر شيء إنه نحن الأبيض أصلا، نفرق من الناس يصبون أبيض ما يصبون شيء أبيض ولون حلو ترى أحلى الألوان يمكن، بس بعد مع أوبشن الألوان اللي موجود أنا أحب يكون أوبشن زيادة. ما أعرف هل بيفتح مع الوقت زيادة ولا ما بيفتح، المفروض يفتح أولا ان الوضع بالطريقة هاي ما يقدر. وين احنا؟ تلهم يصبح البيت الطافة والصفوف، نشوف شو يركب على البيت. وادي عاد طلع خير. البيت نسوي حق منو؟ ترى لازم نستهدف حد معين. اللي يحب يلعب السيميليشن اعتقد هاي يعني بي سي، بي سي بلدر كاجوال يعني، مش انه سيميليشن ديزايننج جيم، مش ما تعتبر هاي. وين السيميليشن ما ترخي فين؟ ها لازم نحصل حل الليفل هذا، نسوي شيء بوينتس هذا. نشتري لنا غرفة في عالم الناس. بعد كفيل لو كفيل واحد ما ادري كفيل اذا انا مصبوح حق الروايه. يلا انا اقول لك كفيل اللي صراحه يكفي، الصراحه يكفي. عندنا غرفة بلا ماس، باب أسود غرفة. ما له داعي اصبغ هذا لانه بحط صب، بس هنسوي شغل تعبان، لازم نسوي شغل زين. كلينا المقبرة صار خلاص مع الوقت تكبر. لحظة هذا ليش وصل؟ ايوه هذا لازم نرجع جديد نقع وكالة يعني. نرتاح شوي. دام صغيرة ولا البروش مالي كبر؟ ايش السؤال؟ اظن البروش كبر، لا مش البروش المساحة. شو تسمونه انتو هاي؟
المخمر اللي فيه شو تسمونه؟ بعرف شو تسمونه انتم من برا في وسط. خلنا نشوف هذا نعدله بعد اليوم. انا اشوف هاي شغله مال هدايا صراحه تخربيها. المفروض ما قاعد اعاني بدر سكت، بس لازم اهتم في كل التفاصيل، لكن ما عندي فلوس. بطلع فلوس قد ما اقدر، كل شيء يفرق. هالشغل يعني ما يكلفني، حرام اسير واخليه شو؟ خليه فاضي. ليش؟ هذا شو؟ فاضي، خليني شو؟ احنا نسوي بالدرب، يعني واحد عليه يشتكي ينقص من السعر ولا هذا، ما نعرف. يمكن يكون فيها ريبيتيشن شيء. بعدين اظن البوزيتيف ولا الدور الايجابي للشخص يفرق اللعبة. تصور بباب دور، لا اترنال دور. ايوه عندنا غرفة نظيفة، غرفة سوبر نظيفة، مش نظيفة بس سوبر نظيفة. ما أدري في جامعة عندي هاي أعرفها. شفتي ما يكسر يطول إذا بنضف جامعة جامعة والبروش تي ضربه واحدة خلاص لو واحد موظف. الحين عندنا بيت غرفة وصالة، ما عليه خلص 5 دقايق 10 دقايق بعدين. بيوت كبيرة، بيوت عمرها وسفلة كلها السوق، ما في حل ثاني. أنا نطالع ونشوف وين بقى. طبعا حطيت تلفزيون، كيف الشغل؟ مو مناسب. والله من شغلات الجن. يوزر فريسك هو ما في عندي ليتات اصلا، ما في عندي اصلا ليتات. صار شو اسوي لونها يا جماعه غير ابيض؟ هذا اركب على منو؟ على الابيض هذا. تختار تركس ريشن دولا بوين. ما في اكس بي بوس فورتنايت. ريحوني شوي دارين عريضة ترى البيت. هي بس البيت أبيض خلاص، كل دران أبيض حتى المكان سيء. بيت كامل مودرن بلو. خلاص
اكيد الصعب كويس. كم وصفة هاي؟ ربع الجبن لازم النظر. بس نرجع نبدأ الذكاءات. كان هذا يلق ما في يلق. طيب عاد ان شاء الله حصل الثلاثة اللي ابغاه. اخر مرة ضبط بالحظ اظن الثلاثة اللي ابغاه. انتو مسوين ابديت كان لعب فيها مشاكل في السيف وغيره. كان في ناس تخسر البروجرس مالها كامل ولا زال اظن يقدروا يعدلون. تحسن وتحسن ما قالوا انتهت المشكلة، قالوا لا تحسنت عدلت. ما آخر مرة ما حطيت ستاير ترتيب ستاير والبيوت الأوروبية كلها بدون ستاير يعني. هو عمليا استعمل بالدولار حاليا يعني. بيت أمريكا بس فرق والله من اول ما بدينا كان افضل وايد ترى، لان شوي استوى اسرع. اظن هني يبغى لي قطين صفر تقريبا اللي مو تبونه تتابع. هاي نصيحة بيعوه كل شي تبيعونه محسوب. يمكن احنا فايدة صغيرة بس بعدين بيكون بيوت كبار شوي بندور فايدة عودة. دور فايدة بالميتين الف ما بنت من عند الورفايد صغيرة. بحساب الناس المساكين اللي بتسكن يعطونهم بيت غش تجاري برا فنان ومن داخلها. برا الحديقة بحط فيها شيء كذا في الحديقة. ما أظن بعدين بيوتر كبار حلقة واحدة تسوي. أظن بيصير الموضوع أكثر من حلقة عقب. لا يوانا صعوبة صبغ ما صبغ سوالف زيادة عقب بنبيع. اوكي هاي الصالة بدت جديدة الصالة. في سكوت كهرباء ثاني نخسر فلوس على سكوت كهرباء والله عيب والله عيب. ابغى اشور هالمرة وقافي مش الدور العادي مو ابو كبل. في سيستم ما عندهم حمام ارضي لا حمام ارضي خلاص ارضي انتهى من سنين اظني. قول المطبخ ولا سكت كهرب يا رجل يا رجل. فاستر مونتنج فاستر تيلنج اند تانلنج اشتري لنا تايلز
اشتري. هاي شكله زين. شكله وايد زين. زين. وايد اوكي. والله يا ريت تكون نصين. هذا سكت. حطيت ثلاجة وراء. لازم. تكون مودرن تي. ثلاث صغيرون. مودرن ما اعرف شرطه بس ثلاث كله صغير. مش نفس ايام قبل. او كل شيء مش نفس ايام قبل. شيء ايام قبل اصلا. يبغانا نمسك مشروع بيت ونسوي ستايل جديد. واحد قديم شو اسمه قديم. بس بعرف هل يفتح معي اشكال جديدة شغلات جديدة اذا في مودز على ستيم ورك شوب بعد. حلو بنزل مودة بنزل شغلات زيادة حقهم. نسوي مشكلة. اهم شيء نستمتع بالاشكال الموجودة. اللي موجود على ستيم ورك شوب. قال حلوة. نفس التسكاي لان شفتهم بدينا ننزل موت. تفتح لو اللعبة تستوي حماس. بس سخانات بعد حق البيت دفايات. ما يشتكون. ايه ليش تكون. ما يشتكون حر يشتكون برد ما يبون كيفه. وان البيت كله سودة. ما سوى ده مركب زي انقسم يعني وي مشكلة بشتري باكتس كامل هتبيع الثاني ما ادري برخص ابيع ولا اشتري زين يكون خلونا نسوي 3-4 درايف ريحوني من الشغلة هاي أبى نفس الأرضية شيء أحدد عليه وأتوكل أحسب عليه سعره خلاص لازم قاعد حبه 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 شوية من داخل صبغة بيض طبعا جامون يقول اصبر ضبط الاوضاع بينتنك بيرك حلو فاستر 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 فين وود ات ذا سيم تايم انا ما عندي دارين بس اكشن كيف سوي دارين مع بعض نبدأ أصبغ أسوي سكرول نايس أبيض خلنا نحط أبيض دورس هذا برا باب خارجي ود باب الخارجي الثاني جين شيء درار ما عندي بطرة في الميزانية أقولكم بفطر في الميزانية وبسوي شو خير درنا الدور يبقى قلنا نسوي له بعد بولت ألز بس شو لحظة بهذا على أبيض لونه كيف؟ ايه
هذا حلو، بيض اسود، بس هذا بيذلنا حبة حبة. هذا شوف يمكن هذا يستوي نفس الشيء. اسمه عقب صديقنا الصبغ، يمكن هو مسوي دارين دارين عقب وفنان. بالا ليتات عقب هاي الشغلة ننور البيت ونبدأ شو نسوي، نحط أثاث وتبدأ تضبط الأمور شوي شوي. نبدأ نضبط هنا انا ظني استعجلت، بس يلا ما بدخل الشبوة، ترى ادخل الشبوة ترى ما بدخل من الشغلة هاي. بشوف كيف نقدر نوصل ديزاينات ثانية. هذا جامد، بس بغى ابيض داخل بدي احط هذا عز الطلب. كان وصلت عز الطلب مرة داروس. الأرضية أظني بغيرها، خليها بيضة كامل. ليش؟ إني بحط ليت يعطي إنارة. أول شي بشوف إذا في دورات وهاي أوبشنات غير سودا. إذا في أوبشنات سودا أوكي. هي إذا كان واحد كان بينقصني. زين خذ ازاي يا عمو انا بقى شو ابى اسوي؟ خلينا نشوف كذا بس على السكت. بس صدي قرب الدنيا وصدي بس ابن سكتي. لا تخلوا الناس تحسب عليكم على ولا شيء. ادخل الشب على حسب اللي حصل الأرضية، بس هو حسب اللي حصله. وين صار كيتشن باثروز مغير لون؟ لا وليش يرم مغير لونه أسود؟ ليش؟ أفا الألوان الحين زين. بنحطي هذا هذا انتو انا ركبة اوكي. هذا المرحاض نبغى نغسله الحين. ما تركب هنا شو ما تركب بعد دي وين يركبون هاي تهبلون؟ نفس لون هذا فنان. بات الماء هذا عله انا اخر الدنيا
الأخير. ايج خلينا نشوف شو شورت. شور ما عندنا غير واحد. ها خلينا نحط هنا هذا مين القفل. اي نختار نحطيه في الاب. سهل يوصل لهني. يب ما في شور غيره. مو بعيب انه شور زين. ابو شور ثاني هنا. نبغى شور ثاني مش كل مرة نركب نفس الشور. بغير الأرضية. الأرضية اوكي خليك كده. هنركب هنا اقبل. بارد ار يمنا بس بعد ترى اوكي ترى بلاك اند وايت. هو ويت اجري ايه احسن وايد احسن. ويت شو كان اسمهم الليتات اللي فوق؟ خبروني ذكروني. سيلينج لايتس هنا كان. ايوه سيلينج لايتس. زين وليت الاولي هذا اك زين في زين حلو زين تصدقون. هذا ما دايني الشغل. هذا نسيت شيء. اصبر يو يعني صح وينه جامع الطاير. والله غروب والله منظر مضبوط. خلنا نشوف في ستاير شو يسمونهم كيرتنز. ايوه بونتبل ويندو بلايند اوبن ناو في اسمبل. نبغى شوي خصوصية يا جماعة. ايوه الحين احسن هنا احسن في شوي خصوصية. طب المراحل المطبخ يبغى ليتات. لا سيلينج لامبس مطبخ بالنحو غير ثن داكس خلاص سود موجودات. اوكي الحين احسن 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 الحين واحد يروم يشتغل
الأرضية يبغى لها تغيير الرتم. راح الحين نبغى شيء صغيرون كيوت. الطباخ أول. وين طباخة؟ تعالي يا طباخة تعالي. ما في طباخة صغيرة. شو عنده شيء صغيرون يا أخي. With oven. هذا شكله الله عله. هذا الله عله هنا طباخة صغيرة يا أخي. ما بشي آخر مرة كان وايد كبير. هذا وايد اوف مستحيل يقاسه والله. لا يقاسه اضطر سعود. اشوف في شيء ثاني قياس المطبخ مالنا. كل شيء ضخم. كل شيء ضخم. شيء ضخم. أنا الحين إذا أبو هذا إيتنج بليت هوبا مغسلة ما يركب مكان واحد. تشوف إذا أروح أحط مغسلة عنده. أوكي إذا حطيت عنده زين مغسلة مش نفس الارتفاع مشي. بس حلو ترى بعد يعني بعد احسن من ولا شيء. طبعا ما ينفع ولا شيء كلام فاضي. كل شغلات كبيره والله. مشكلة ان شغلات يعني حجم الاثاث ضخم يبغالنا بيت اكبر. وهذا مش اسود هذا بلاك. وين ركبت وين؟ هي ما في مكان. اوف قالوا يركب هنا كان جميل. الفنان وايد فوق. هنا احسن. الحين احسن. ام ام اروم واخذ ستوف. الكتريك كوكر وهاي الموجودات عجيب. انا ما ادري بهن والله. ما ادري بهن. الحين حطيت هاي ما بغير حاليا. ما بغير اركم وايد والله. في شغلات حلوة. هاي شغلات حلوة عندهم. وانا اقول وينهم هاي وانا ووتر هيتر. مش هني ولا هني بيسد الدرب. ووتر هيتر هي نبرة ديتر بعد انستوليشن. هذا رادي سمبل. شوي بهتم بتفاصيل اكثر في البيت. بهتم في التفاصيل شوي اكثر. يبغى لنا ليتات حق الصالة. سيلينج لامبس. شو نحط حق الصالة؟ بس احلى
لون أبدا مش مع لون هنا غير. أهم شيء هو يكون سي. ليت وليت أساس ينور مكان كامل. نشوف البيت نشوف ايش يسوي فيه يا جماعة، ونشوف الحديقة على مرايا. روموس يشوف الحديقة، عرف شو هني الوساخة اللي مو اقدر انا اشوف. خطري يعني. شو الوساخة اللي انا مش قادر اشوفها؟ ها مطبخ مالنا، افرض انهم ما يحتاجون. بخلص نبرا ديتر ثاني. وين سر ايشن درس اي سر ديتر مزعج ياخذ مكان على الفاضي والله. نبقى في راديتر هنا بعد راديتر. أيوة هاندي مان فاستر مونتينج. هذا بس أيوة هو ذا الكلام. خلص بسرعة لحظة. غرفة النوم نبى واحد هني. Very nice. هاي السبوت لايتس. وعندنا هذا الأورنج نحلي ولا مو نحلي نص نص يعني. هذا بيكون لبس بلاك. ما في بلاك بيكون أظني في النون وايد نازلت، لكن هي هي حلو ولا هاي هاي ما تبي بدون في اللعبة اللي تعرف بيئتها مبدعة في التصاميم خلتها تنزلها. شوف النون مكان في سبوت لايت. ليش سبوت لايت الحين أخبركم صالة خلو حق الاكشن هني يبالي سبوت لايت عليه صح؟ اوكي هني صالة ما يبالي هذا التلفزيون بيغطي على باقي العيوب. انزين خلنا نصير اول شيء على هوم ابلاينس. انا شفت شغلات جديدة. شوف عندهم طاولات ما عندهم طاولات. نبا هوم الكترونكس نشوف في ميكر. والله من اخر مرة بخاطري احطكم ميكر مطبخ نسبرسو على قولتهم. نعم بيكون وانا بقى كمبيوتر مايكرويف ومايكرويف صراحة انا ما حط لهم ثلاجة حط لهم مايكرويف انا ما عليه وذر فيه ما نبغى نبغى هذا حق برا مش عارف. نبغى صوفة
قيرونة سودة. صوف أحس شو عودة هاي حلوة تصدقون. فيها أسود أدور على نبغى موضوع طويل. يا حبيبي الألوان، شوف الألوان هاي، هاي حلوة بدي على نفس شوي غرفة النوم. خلينا نشوف دارك ليذر، لا بينك نيفي كلاسيكال أزرق، لا تلبس هاي تكون جيدة. ليش؟ لو حطينا الصوفة هنا عند المطبخ يسولفون هم، هي تطبخ الحرمة، ريال جالس هني طالع تلفزيون يسولف عليها. عاد تفكرون فكروا فكر الحرقي من المطبخ يسولف وياهم قاعدون اسمه مش كتشن هوم كلاينس. ما عندي فلوس، عندي 20,000 بعد يعني اوكي. مكتبة كبورت باري خرب، ما في اي واحد قياس عدل الا مونيك قاعد احط عليها تلفزيون غصب. وتشيري وايت فينتاج وايت يركب، تعرفون ليش؟ انه حط على تلفزيون اسود غالب كله سود تكون تلفزيون ال سي دي هذا ستاندرد، حتى نفس الاولي سماعات جنبه. المره حطي سماعه واحده عوده مع عوده، ما اظن في شيء ثاني يركب عليه خلاص. ما اظن ما بيركب، يكون وايد بسوي زحمة اذا مكيف. عندي مكان في البيت حقي طيب، طيب ولا شيء ثاني قولت خلص ما يسولف، لازم يشرب شاي. هاتي لازم تفكرون في السيناريو، هذا شيء مهم. قاعدة دورية انتاج طيبة يا طالب مكبرها طيبة. لا 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 مبغينات هاي بعد حلوة، إذا نحط عليها سم ورا شو بسوي؟ بس بين الطاولة لها هيبة، بجيب طاولة ثانية وياهم طاولة واحدة شوفوا صح؟ نجيب هوم أبلاينس من يسار، ما في ريموت، نبغى ريموت نبغى شيء ب ريموت كنترول نلقى. ماشي ريموت كنترول نشوف اول اوكي ونكتب ريموت، ما في ريموت كنترول نسى زمان قبل، قال لي اسمح لي تزعل ينسى الزعل. لأن هني يمكن في رموت موس، ما بحط يعطل أنا بحط رموت الحين. بنحط لنا كتاب، كتاب الأسرار. الرجال طبعا بيطالع المباراة والحين هو تقعد تقرأ أكيد. فلور
ما في بعد ورود بعد ما في. ليش ما في؟ هو الزورية هاي آخر مرة شفت زورية نفسها، يبغالهم زورية والله. هي ما جبت زورية نفسها هاي. زين ندخل الغرفة، هي ترفيع كرسي، نحط سرير. السرير الحين يبغاله ترتيب الدنيا. دبل بيت، اكيد دبل بيت، بس كيف يكون الدبل بيت؟ لازم دبل بيت، مش جري. كيف شو كان هذا؟ شيء نبغى فيه شيء. أبغى سرير أسود. عارف الألوان وبعدني أسوي دبل. أوكي هذا مخول، بس عود وايد عود، حتى الفان بيكون كبير على فكرة. هذا يركب على الثيمو، أحطه يركب عود. أنتم أكبر السرايا، نبغى زين كوين سايز، ما نبغى كينج سايز. سرير ما نحط شي ثاني. هذا في البد مال غصب، مو بيركب الا هالسايز هذا والله. مرة هذا السعود شكله، هذا افضل سايز هذا جبور فيه حاليا الى ان نشتري بيت اكبر، غرفة وسيا شوي. ادري اروم مكسر ونسوي شغلات ثانية افضل يعني حق هذا، بس هذا حلو مع شبل وايد. مضبوط. كرسي بحري يعني، ما اظن الرياض هي السنة اصلا. بيشوف المكان حلو، نبغى ميرور ان شاء الله يكون في ميرور. ايوه لا وايت اوكي دايركت. المكان اللي قلت كيف طالع هيدا؟ شوفهم كلير، شوفهم مو باين في المرايا، طالع في المرايا. خلي البيت شوي فاضي، مو بقى ليزي تشير ما في. بعد ليزي تشير ما في. ربنا نختار جولدن مثل سيلفر بلاك ثيم بلاك بلر. الحريم يحبون هالسوالف ترى، ما اعرف بس يحبون هالسوالف وايد. يبالنا تاير 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 حلو، في اوبشن بس ان شاء الله حصل اسود، مع انه المفروض الاسود يكون لون ستاندرد ترى. ممكن اسوي براون ترى على لون السرير يا حبيبي. برش تاير هذا نارو كرتين زين. برون اللي مع الخشب ما
استويت عنده مشكلة انه ما يركض. لا حتى هاي الالوان ثانية ترى مو شيء. انا نحط غرفة نوم بعد مش مسكرة بعد مسيبة. لازم تكون مسكرة. ستاير بعد ستاير هذا ثيم ابيض اسود فالابيض بيمشي يعني حتى لو ما في اسود بيمشي هذا سبب الاوبشنات ترى ستاير صارت حلوه شو ممكن احط بعد حطيت تلفزيون ني شكل مقاتل شو يبغاله ما اقدر اشله هذا هني نحطي ما ينحط على الإدار ما لم يكرس حق الإدار نو عندهم ما عندهم ما عندهم بس زين مو انت قلت لي زين ترى مش غلط ابدا يبغاله مكيف ما اعرف ايش ابغى احط مكيف استويه عاد ما نبغى انتنكس في شيء يدل على بلاك اند وايت ثلوج ما بحس الغرفة فاضية ترى حسيت الغرفة فاضية بكره ما حق الصالة زي. بعدنا قاعد استكشف عن الحين المنيو وكل ما الواحد يتم اكثر اسرع كما قد مسدس واو خي رجل عنيف ولا مسدس وين هو قاعد طالع كوره حاطه مسدس عنده ليش تسالون ليش تسالون انسان مجرم يعني عرفتوه مجرم حاط مسدس ايش العنف الاسري هذا الله مسدس هذا شو حاليا هاي اللي نقدر نركبهم هني هاي زينات حق صغار حلوين مارت تجيب عليها ما ادري اندرويد ولا ابل ولا واتفر انا غطي على المسدس كنا ريال عنيف بس مش مسدس جامع العالم طالع يعني اي حد بيبط بيكسر جامع بيرشرش نشوف بشكل الصالة مرتب اكثر مع ال وايد احلى بيت اخر شيء كله حطينا نفس الشو اوكي بس مسكرات المره شوي بس المطبخ حلو ترى مطبخ جميل اعتمد شو السالفه السالفة ما تشوف شيء ببيع البيت على حظي ببيع البيت خلاص ببيع ببيع اذا ما تشوف شيء ببيع
ما ادري ايش البيت مره. كم اشترينا؟ 37000. كم صرفنا عليه؟ 34000 صح؟ صرفنا عليه اظني وصل ل 10000 صرفنا عليه عادي. تزبد ديرتي. هو انا ما نظفت عدل. بيضت الشاشه الصراحه و... ارسل لنا بشيء ترى سوي اكسبت اوفر ريت ما ربح. اذا كان عندي 56000 اذا عندي فوق 56000 معناه ربحت. اذا ما عندي فوق 56000 معناه انا ما ربحت شيء. 57000 كان عندي. واستوى الايرور العجيب ان ايرور ماست هابند. هذا الايرور اللي كان يكلمكم عنه اللعبه للاسف. وان شاء الله يكون البيت موجود. شوف ان شاء الله المبلغ يكون موجود يعني. هذا اللي على اساس صلحوه في الابديت الكراش اللي يستوي حق اللعبه ويضيع البروجرس مال الواحد. هذا اللي يتكلمون عنه. بس بما اني كملت البيت انا ما راح الغي الحلقه. بنخلي الحلقه موجوده عادي. الحلو في اللعبه المنتج النهائي. المنتج النهائي جميل الصراحه يعني. سوينا بيت جميل اخر شيء. بيضت الشاشه استوى كراش. توقعت كراش جاي ان شاء الله. في بروجرس يكون. قالوا صلحوا البق. قالوا الله اعلم. وفلوسنا الحين. ما تحب البيستل كلرز؟ ما يعجبني البيستل. لا انباع البيت بنجاح. عندي 72000 معناه انباع. افاليبل سكيل بوينتس بحطي وياكم. وبننهي حلقة اليوم. هاير بيمنت ويرمنت increase chance of successful negotiation. الحين استوى عندي اوبشن اني افوضه مع البيت. كانت حلقتنا اليوم البيت الحديث استاهل الحديث. اشوفكم في الحلقه القادمه ان شاء الله على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.